جمعية المهندسين المصريين. نعم، إنهم المهندسون المصريون، مهما تباعدت بهم المسافات وفرقت بينهم وبين بلدهم الصحراء والجبال والبحار والمحيطات، يبقى ترابطهم وتوحدهم واصطفافهم يميزهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا. وهنا في المملكة العربية السعودية وفي العاصمة الرياض على وجه الخصوص، نشأ كيان على درجة من الاحترافية والإبداع تحت مسمى جمعية المهندسين المصريين، انطلق عام 2005 ميلادية ليحقق أهداف كوكبة من المهندسين المصريين بالسعودية وطموحاتهم، ويحول أحلامهم إلى حقائق ملموسة على أرض الواقع. ويظل عام التأسيس 2005 ميلادية عاما مشهودا في تاريخ المهندسين المصريين بالسعودية، ومحطة ناجحة تلتها محطات أخرى من الريادة والتميز عبر هيكلة مجلس الإدارة والشعب والتخصصات المختلفة من كهرباء، مدنية، ميكانيكا، عمارة، تقنية معلومات واللجان المتعددة، حتى أصبحت جمعية المهندسين المصريين هي الممثلة الوحيدة لنقابة المهندسين المصرية بالمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق وثقت روابط التعاون مع الكيانات التي تهتم بالمهندس جميعها لتحافظ على تميزه وترفع من قدره وتعزز من دوره الريادي في ممارسة مهنته وأداء واجبه. وقد تكللت هذه الجهود المخلصة جميعا بحصول جمعية المهندسين المصريين بالسعودية على شهادة الآيزو 9001، نظير ما التزمت به من معايير ومواصفات الجودة العالمية. فكرة تأسيس جمعية المهندسين بدأت في أواخر سنة 2005، الحمد لله نجحنا في تأسيسها في ديسمبر 2005. حطينا أسس أن احنا نرتقي بالمهندس المصري وقدراته، فركزنا في الفترة الأولانية أن احنا نعمل أكبر قدر ممكن من الدورات التدريبية نرتقي بها بالمهندس المصري، وبعدين ركزنا على محور الاجتماعي، يبقى في علاقات بين المهندسين وأسرهم في لقاءات دورية. والمحور الثالث اللي ركزنا عليه ان احنا نعمل حدث فن، حدث تقني كبير يجمع بين المهندسين المصريين ويكون نوال ارتقائهم بالشركات الكبرى، وقدرنا نعمل اول مؤتمر للمهندسين واللي استمر بعد كده لحد دلوقتي. حققت جمعية المهندسين المصريين بالسعودية بفضل الله اولا ثم بجهود كوادرها وشبابها نقلة نوعية في سبيل التميز المهني عبر تنظيم العديد من الدورات المهنية الحديثة والمحاضرات العلمية المتخصصة وتشجيع ودعم الأعضاء على متابعة دراساتهم العليا والتواصل مع الجمعيات العلمية والمهنية محليا ودوليا في مجال تخصص الأعضاء والاستفادة من إمكاناتها في دعم روادها علميا ومهنيا ومد جسور التواصل مع الجهات الرسمية والهندسية في مصر والمملكة. ويبقى من أهم ما سعت الجمعية لتحقيقه توثيق التواصل المجتمعي بين المهندسين المصريين بالسعودية من خلال الرعاية الاجتماعية والترفيهية، إذ عمقت مفهوم التكافل الاجتماعي بين أعضاء الجمعية وقدمت نموذجا رائعا في تحقيق سلسلة من الأهداف الاجتماعية من خلال اليوم الاجتماعي لأسر المهندسين وتواصله بشكل منتظم
لإيجاد مناخ ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي مصري تغلب عليه نكهة المحافظة على روح الأصالة والانتماء للوطن الأم. كان لابد من تطوير الجمعية المهندسين بعد التأسيس، فكان لابد من تعديل اللائحة الداخلية للجمعية لضبط عملية المسؤوليات والعلاقات بين أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب والشؤون الإدارية والشؤون المالية، وبحمد الله تم توسيع دائرة المشاركة لجميع المهندسين بإضافة الشعب الهندسية في اللائحة ووضع الضوابط الخاصة بكل شعبة. وكان للعمل الداخلي المنظم لابد من حصول الجمعية على شهادة الجودة، فبحمد الله تم الحصول على شهادة الأيزو 9001 ل2008، وبذلك قد استكملنا المنظومة الداخلية المنظمة المؤسسية الكيان القائم لجمعية المهندسين المصريين بالمملكة. تبنت الجمعية العديد من الأهداف والخطط الاستراتيجية الثابتة التي تعمل على إنجازها وفق ضوابط ولوائح الجمعية، وأخرى متغيرة حسب ظروف وقتها وتحقيقها، لعل من أبرزها الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين والمحافظة على كرامة المهنة، ووضع تطبيق الأسس الكفيلة بتنظيم ممارسة المهنة وأداء أعضاء الجمعية لواجباتهم في خدمة البلاد ومراقبة تنفيذها، كذلك تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تخدم المهنة وتسهم في تطوير العمل الهندسي وتوطين التقنية. ولعل انطلاقة الملتقى السنوي الهندسي منذ عام 2009 وتواصله بلا انقطاع رغم الكثير من المتغيرات التي شهدتها المنطقة دليل راسخ على مهنية واحترافية العمل بالجمعية والابتعاد التام عن مناطق الخلافات والاختلافات الأيديولوجية والسياسية. بعد مرحلة التأسيس المرحلة الأولى وتلتها المرحلة الثانية التطوير والاستقرار الداخلي، كان لابد من انطلاقة مكملة ثالثة لتحقيق الهدف المنشود، وهو أن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له. كان لابد من مد أطر التعاون مع مجموعة من الهيئات العلمية والأكاديمية والمهنية الأخرى خارج المملكة العربية السعودية، كان التركيز الأوسع أو الأكبر فيها في مصر، فكان بروتوكول تعاون في المستوى العلمي والتطوير المهني مع حلوان، وكانت بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية، وكان بروتوكول تعاون مع مركز بحوث البناء والإسكان، وكان بروتوكول تعاون مع اتحاد التشييد والبناء وعدة هيئات علمية أخرى. هذا كله ليصب في صالح رفع قيمة وقدر ومهارة المهندس المصري المقيم في المملكة العربية السعودية. ولعل سجل النشاط في خلال عام 2015 الزاخر والعامر بالكثير من الدورات المهنية والمحاضرات العلمية والاستكمال سلسلة المؤتمرات التي بدأت من المؤتمر الأول عام 2009 إلى المؤتمر الثامن القادم في مايو 2016 إن شاء الله، خير دليل على ما نصبو إليه وما نسعى إليه والجهود المبذولة في هذا الصدد. قناة
نحن على موعد مع الملتقى السنوي الثامن والذي يستمر على نهجه الثابت لتصب كل الفعاليات والرؤى والدراسات في إضافة الجديد والمفيد لتكون الهندسة بحق رافد العطاء الأول للأوطان والأكثر التصاقا بالاحتياج الفعلي للمواطن العربي في عالمنا المعاصر وبهدف عالي القيمة. عنونت الجمعية نوافذها الإعلامية بأن يكون المهندس المصري فخورا بوطنه وفخرا له، وتحت ظلال قيمها الوارثة والراسخة تواصل، ترابط، احترافية، أمانة، انتماء. استمر نغم هذه المنظومة الإبداعية لتواصل تأدية دورها الريادي المشهود في الاهتمام بالمهندس المصري ورفع مستواه المهني والتقني. وتعاهد الجمعية روادها وجميع المهندسين المصريين بالسعودية أن تواصل دورها الطموح وتبقى دائما جمعية مهنية اجتماعية رائدة ومتطورة تعمل على تحقيق طموحات أعضائها وتميزهم. وفي هذا السبيل وانطلاقا من تمثيلها لنقابة المهندسين، عقدت الجمعية بالمملكة عدة اتفاقيات تعاون مع العديد من الجهات والهيئات العلمية والهندسية والمهنية، مثل جامعة حلوان والمركز القومي لبحوث البناء والإسكان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والاتحاد المصري للمقاولين. وفي الطريق المزيد والمزيد من أجل البحث في كيفية تيسير سبل التطور والتقدم ورفع المستوى العلمي والمهني للمهندس المصري المقيم بالمملكة، وأيضا من أجل إيجاد الفرص المناسبة وفتح نوافذ المعرفة لتصل للمهندسين المصريين المقيمين في المملكة وفق الدور الرائد الذي تقوم به الهيئات والمنظمات المصرية في مجال العمل الهندسي وتطويره في المحيط العربي. جمعية المهندسين المصريين بالسعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الأفضل الأهل ومرحبا بحضراتكم جميعا. بداية جديدة من ليالي مبادرة تواصل وتطوير التي تنظمها جمعية المهندسين المصريين للمملكة العربية السعودية بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهي التي انطلقت في أبريل من العام 2020. وعدنا ليلة إن شاء الله مع المحاضرة رقم 202 مع ضيف العزيز قيمة وقامة سعودية وعربية كبيرة يطل علينا إطلالات متعددة عبر نوافذ الجمعية فيها من النفع والعطاء والخبرات والعلوم القدر الكبير. الأستاذ الدكتور فيصل ابن الفديع الشريف، والحاصل على بكالوريوس العمارة والماجستير والدكتوراه في إدارة المشاريع الإنشائية، وأيضا مهندس مستشار معتمد في الهيئة السعودية للمهندسين ومحكم وخبير هندسي وخبير في المشاريع المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وله في القطاعين العام والخاص دور كبير ومشروع كبير في مجال إدارة المشاريع من ما يزيد عن 25 سنة كممثل للمالك وكمقاول واستشاري، وهو عضو للعديد من الهيئات والجمعيات العلمية والمهنية المهتمة لإدارة المشاريع، وأيضا وعضو هيئة التدريس لكليات الشرق العربي، وله الكثير من المشاركات الفعلية سواء على المستوى المهني أو الأكاديمي أو التدريبي أو التعليمي. الدكتور فيصل الشريف، وهو محاضرة أعتقد فيها من التميز الأقل الكبير بعنوان إدارة المعرفة في المشاريع، تنطلق بعد لحظات إن شاء الله، ثم نفسح مجال للمقاشات في نهاية المحاضرة. المحاضرة كما تعلمون تبث مباشر على صفحة الجمعية على الفيسبوك، وأيضا تبقى مادة متلفزة على قناة يوتيوب الخاصة بالمحاضرة، والمادة العلمية سيتم رفعها على حساب الجمعية على لينكدين إن شاء الله ضمن المكتبة العلمية، وتوجه شهادة حضور للراغبين في الحصول عليها في بتابعة نموذج التقييم الموجود في الشات في نهاية المحاضرة، وأيضا الموجود على قناة تليجرام الخاص بالمبادرة. دكتور فيصل أهلا ومرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مهندس هشام، يا أهلا. توفيق دكتور، تفضل. شير السكرين.
الصوت مسموع. صوت جاي دكتور، لو فول سكرين معلش. لو فول سكرين معلش. لو سمحت دكتور فول سكرين، لو مش شغال فول سكرين نقفل الملف ونفتحه تاني لو فندم. والله هذا اللي شغال عندي. لا نقفله خالص، نقفل الملف البرزنتيشن ونفتحه من جديد يا فندم. اتفضل دكتور نعمل شير من جديد يا فندم. طيب لينا اول شيء افتح ملفي ده اسمع. نفتحه عادي جدا يا فندم ونعمل شير، وانا هبعت طيب. لسيادتك البي دي اف برضه، بحيث ان هو لو ده فيه اي معوقات البي دي اف يفتح بسهوله يا فندم. الآن واضح؟ هو فتح فندم، بس نعمل فول سكرين بعد إذنك. كده واضح؟ ثواني يا فندم، هو قدام سيادتك فول سكرين؟ ايوه. لا احنا قدامنا مش فول سكرين، ممكن نفتح ملف البي دي اف يا فندم اللي بعته لسيادتك؟ طيب حاضر. بعته لك على الواتس يا فندم. طيب. ايوه الان ماشي يا فندم، تمام كده. طيب ممكن سيادتك تفتح الكاميرا بعد إذنك؟ لازم الكاميرا؟ ما صعد دوره يا فندم، تفضل. طيب ولا يهمكم، الله يحييكم، أهلا وسهلا، وأعتذر عن لخبطة البدايات اللي دائما تحصل الحقيقة في التقنيات، لكن لأنه في ناس مهرة في التقنيات وفي ناس مش مهرة، وأنا واحد من اللي مش مهرة يعني للأسف يعني. ف
فأنا أسلم عليكم أول شيء وأحييكم جميعا، وأشكر جمعية المهندسين المصريين على الاستضافة وعلى الحقيقة النشاط المستمر والدؤوب في نشر الثقافة الهندسية بشكل عام والغير منقطعة. دائما الناس يبدأون وينقطعون، لكن الحقيقة هم الميزة اللي عندهم الاستمرار، فنسأل الله لهم التوفيق. محاضرتنا اليوم عن إدارة المعرفة في المشاريع، وإدارة المعرفة في المشاريع موضوع يعني جديد نوعا ما. هو احنا المشاريع كلها معرفة وكلها تبادل معارف، لأنه فيها عدد كبير من الناس يعملون فيها، وفيها عدد كبير من المهتمين ومن المعنيين ومن الأطراف اللي لها علاقة بالمشروع، فكلهم يحتاجون إلى كل طرف منهم يحتاج إلى المعرفة اللي عند الطرف الآخر، بالإضافة إلى أنه المشروع نفسه مبني على المعرفة. في الجمعيات المهنية بدأت في إدخال إدارة المعرفة كأحد الأنظمة المهمة في إدارة المشاريع، وكثير الحقيقة من الشركات اللي يهمها الإنجاز والاستمرار بدأت أيضا في إدخال إدارة المعرفة ضمن أعمالها، وبدأت يعني تضع أنظمة خاصة بإدارة المعرفة، وأيضا تدرب العاملين لديها على يعني كيفية إدارة المعرفة. إحنا يعني من ناحية دينية نحث دائما على التعلم والعلم وإيراد كلمة المعرفة والعلم في القرآن بأعداد كبيرة جدا، الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وتعلمون وعلمتم وستعلمون واعلم وعرفوا يعني ويعرفونه ويعرفون، كلها كلمات وردت في القرآن وكلمات كثيرة وردت بكثرة، وهي تدل على بشكل أو بآخر تدل على مصطلح المعرفة. المعرفة كتعريف هي فهم وإدراك العلاقات، يعني تراكم المعلومات في الذهن، في ذهن الإنسان وفي ذاكرته، وهي اللي تدل على كيفية عمل الأشياء ومعرفة الأشياء، بل إنه الإنسان في بدايته يعني يتعلم حتى بنسخ ما يراه من الآخرين، يعني الطفل عندما يمشي وعندما يتكلم وعندما يعمل وعندما يكبر وعندما يشرب وعندما يأكل، كلها أشياء، وعندما يلبس وعندما يخجل وعندما يكون جريء، كلها أشياء يتعلمها ويعرفها من الناس. فالمعرفة هي تراكم الخبرات في ذهن الإنسان، هذه هي المعرفة بشكل عام. المعرفة يعني تكتسب عمق وتكتسب نضج مع الزمن، مع الوقت، فكل ما يعني مر على الإنسان من تجارب ومعارف واسترجع بعض الأشياء وتعلم من احتكاكه بالآخرين ومن قراءته، كل ما كسب معارف أكثر وصار يعني عنده معرفة في ذهنه يستطيع أن يمنحها الآخرين ويستطيع أن يستفيد منها في عمله. دائما يعني لا نتكلم عن المعرفة بدون ما نتكلم عن الهرم المعرفي اللي يبدأ بالبيانات. البيانات تفلتر وتنقح وترتب وتنظم وتصبح معلومات، والمعلومات هي أساس المعرفة،
واللي على ضمنها على أساس المعلومات يمكن اتخاذ القرارات، يمكن معرفة الأشياء، يمكن الحكم على الأشياء، يمكن تقييم الأشياء، ونصل بعد استشعارها إلى الحكمة وهي رأس الهرم. الحكمة هي استخدام المعرفة في شكل مبادئ تكون أصيلة وتكون ثابتة ويتم تداولها، يتم تداول الحكمة. والحكمة لا تكون عند كل الناس، يعني المعروف أنها تكون عند ناس ولا تكون عند ناس آخرين. من ناحية الأنواع المعرفة، احنا عندنا معرفة صريحة ومعرفة ضمنية. المعرفة الصريحة هي المعرفة الرسمية، المعرفة الموجودة، المعرفة المتوفرة، المعرفة المكتوبة، المعرفة اللي نستطيع الوصول لها. هذه هي المعرفة الصريحة موجودة، وهذه تنظيمها وترتيبها وكيفية الرجوع لها والبحث عنها يعني لا لا ليس صعب. الموضوع إما موجود في أنظمة ملفات معينة أو في مكتبات أو في كتب أو في تقارير أو في رسائل أو في أي أوعية من أوعية حفظ المعرفة الصريحة. المعرفة الضمنية هي اللي فيها إشكالية الحقيقة، هي اللي تبقى في أذهان الناس، في عقول الناس، وهي تميز شخص عن آخر. في أحيان كثيرة جدا نقول فلان يعرف الشيء هذا وفلان ما يعرف الشيء هذا، أو أقول أنا ما أعرفه وفلان يعرفه، فلان أحسن مني فيه. فهذه هي المعرفة الضمنية اللي دائما في عقول في أذهان الناس. لذلك لو تلاحظون في أسفل الشريحة إحنا عندنا المعرفة ضمنية يتم تبادلها عن طريق الحديث، تسمعوني؟ تمام يا دكتور. ما أدري أنا جاني عندي حاجة معينة. طيب هستمر. لو سمحت إعادة نشر الشريحة. مشاركة. كيف؟ مشاركة الشاشة بعد إذن. الآن واضح؟ تمام تمام تمام. طيب إذا احنا كنا نتكلم عن المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية، وقلنا انه المعرفة الصريحة يعني معروفة ومتعارف عليها. المعرفة الضمنية ايضا معروفة انها هي اللي في أذهان الناس، لكن الإشكالية في كيفية الوصول لها، في كيفية استخلاصها، في كيفية الحصول عليها، خصوصا مع بخل بعض الناس في يعني منحها للآخرين. في ناس عندهم رغبة في تبادل المعرفة، في نشر المعرفة، في إعطاء المعرفة للآخرين، وفي ناس لا، يعني ما عندهم الرغبة هذه ولا عندهم الشغف هذا. وهذه الإشكالية. احنا لما نتكلم في الامور الشخصيه ما يكون فيه مشكله في الجانب هذا، لكن لما نتكلم في الامور الرسميه، انا في عمل، انا في مؤسسه اعمل فيها،
أنا في حكومة، أنا في قطاع خاص، في قطاع عام، فهل المعرفة هذه اللي في ذهني واللي تكونت من جراء عملي، من واقع عملي في المنظمة هذه، هل هي ملك شخصي لي ولا ملك للمؤسسة اللي أنا أعمل فيها؟ يعني هذا السؤال الدائم اللي يعني بالنسبة لي إجابته واضحة، لأن المعرفة هي للمؤسسة وليست شخصية. أكيد أنه في جانب شخصي 100%، لكنه تبقى المعرفة ملك للمنظمة اللي أعمل فيها، ويجب على المنظمة أنها تستخلصها بطريقة معينة، بطريقة يعني تضع أنظمة خاصة فيها وتضع إجراءات خاصة في استخلاص المعرفة هذه، وفي تنظيمها وفي ترتيبها وفي تخزينها وفي تسهيل الوصول لها وفي طريقة استعادتها. الأمور هذه فيه مؤسسات يأخذونها بجدية وفيه مؤسسات ما يهتمون في الجانب هذا. وإحنا الحقيقة يعني عندنا الحاسب الآلي سهل كثير جدا في موضوع تسهيل كيفية تخزين المعرفة واسترجاعها. يعني صار المسألة الآن يعتبرون محرك البحث جوجل مثلا أو أي محرك بحث آخر، لكن احنا يعني المشهور جوجل باب من أبواب المعرفة. يعني أنت تبحث فيه عن كلمة أو جملة يجيك ملايين الإجابات، وهذا معناها أنه كان في معرفة موجودة، سواء معرفة هذه إيجابية سواء سلبية وهذا موضوع آخر، سواء منقحة أو غير منقحة، سواء هي اللي أنت تبغاها أو شيء ما تبغاه، لكن المعرفة موجودة وسهل استعادتها، سهل أنك ترجع لها وتسترجعها. لذلك احنا لما نتكلم عن الاستخلاص لما نتكلم ايضا عن التوطين، في التوطين، توطين المعرفة وتوطينها، يعني جعلها ملك للمنشأة. في المفروض انه يكون يعني بقرارات، المسألة ما عاد صارت متروكة للأشخاص في هل نستخلص منهم المعرفة، هل بيعطونا المعرفة اللي عندهم، هل المعرفة محصورة عليهم أو المفروض أنه يعلمونها للآخرين وينقلونها للآخرين. كل هالأمور هذه يجب أنها تكون بإرادة فاعلة، على اعتبار أنها هي المعرفة هي الركيزة الأساسية للتنمية والركيزة للاقتصاد. احنا عندنا الآن الاقتصاد القائم على المعرفة مهم جدا في الجانب هذا. المشاركة المعرفة الضمنية بأي طريقة كانت حقيقة، يعني المهم ان المعرفة الضمنية ما تبقى حبيسة أذهان الناس اللي عندهم. ولذلك بعض المرات يعني نراجع دوائر حكومية أو مؤسسات خاصة ويقولون راجعنا بكرة، ليه؟ قالوا والله الموضوعك عند فلان وما يعرف إلا فلان. يعني هذه هي المعرفة الضمنية اللي ما يعرفها إلا فلان الموظف الفلاني. فالمفروض المعرفة هذه ما تكون فقط محصورة على شخص معين، المفروض أنها تكون متاحة، يعرفها الآخرين متدربين عليها، يعرفون كيفية استرجاعها، كيفية عملها. كل هالأمور هذه يعني أساس في من أساسيات المعرفة ومن أساسيات إدارة المعرفة. لذلك إحنا عندنا ملكية لمعرفة ضمنية يتم توثيقها، الرسم اللي تحت يتم توثيقها وثم تحويل المعرفة الضمنية إلى معرفة صريحة بالتوثيق، لأن كتبناها أو حررناها أو خزناها إلكترونيا أو أرشفناها أو طبعناها في كتب أو طبعناها في تقارير. المهم أنها ما عاد صارت معرفة ضمنية محصورة في أشخاص معينين، صارت معرفة متاحة للجميع، ومن ثم مشاركتها مع أعضاء المؤسسة ونشر المعرفة وتيسير الوصول لها.
المعرفة والاهتمام فيها أيضاً ضمان من ضمانات البقاء، ضمان من ضمانات أنه المؤسسات والشركات تبقى وتستمر والأعمال تستمر. والشركة اللي لا التي لا تهتم بالمعرفة يعني عليها خطر، مهددة بخطر الزوال، خطر عدم التطوير، خطر تغلب المنافسين عليها. ولدينا أمثلة كثيرة الحقيقة، لكن من أمثلة الشركات الخاصة بالاتصالات شركة نوكيا اللي كانت يعني هي الشركة الأولى في العالم في تطوير أجهزة الموبايل، وبلاك بيري. والشركات هذه بقت على معرفتها اللي عندها وما طورت المعرفة، ولذلك إذا ما كانت اختفت فهي على الأقل قل وهيجها وسبقوها المنافسين بأضعاف، لدرجة أنه ما عاد تسمع ذكرها في المتداول بشكل كبير. إحنا بدأنا بالمعرفة نصل إلى إدارة المعرفة. إدارة المعرفة إجراء منظم من خلاله تقوم المؤسسة باستعمال المعارف علشان نحسن طرق تيسير واستغلال المعطيات والمعلومات التي يتم جمعها وتنظيمها ونشرها من الموارد المتاحة، من المصادر المتاحة. وأكثر المصادر المتاحة الحقيقة هي المصادر الداخلية اللي تكون موجودة، واللي هم عندهم أسرار العمل الداخلي. فيه معرفة عامة قد نصل إليها، لكن فيه معرفة تكون خاصة جدا من تختلف من شركة إلى شركة، ولا يعرفها إلا الأفراد الداخليين. أيضا إدارة المعرفة يقصد فيها التعرف على ما لدى الأفراد من معارف كامنة في عقولهم وأذهانهم. إحنا الأفراد نتعرف على اللي في أذهانهم ونوثقه، مثل ما قلنا نسجله نستخلصه منهم، ونبدأ في أوعية يتم يعني يسهل استرجاعها، يعني نسهل البحث عن المعرفة هذه اللي وضعناها فيها. وأكثر حقيقة الأوعية المتداولة وسهلة الوصول في الاسترجاع، واللي صاروا الناس فاميليار معها، يعني ما عاد صارت غريبة على الناس صغيرهم أو كبيرهم، اللي هي الأوعية الإلكترونية. للعمليات لإدارة المعرفة مجموعة عمليات، منها توليد المعرفة من خلال الحصول على المعرفة من مصادر مختلفة، تنظيمها، تنظيم المعرفة، تصنيفها، فهرستها، تبويبها، وهي طرق يعرفها المتخصصين في موضوع الفهرسة والتصنيف المعرفة. بعدين خزنها، نخزنها في أوعية مثل ما ذكرت، ثم نتيح مشاركتها للآخرين، وثم تنشر وتوزع بطرق مختلفة. والأهم الحقيقة هو الاستفادة منها وتطبيقها. يعني إحنا إذا نجمع معرفة ولا نستفيد منها ما استفدنا من شيء. يعني إحنا نعرف معرفة، نهدف إلى الحصول على المعرفة على أساس أنه نبدأ من حيث انتهى الآخرين. يعني إحنا ما نبغى في كل مرة نبدأ من جديد، في كل مرة نبدأ من جديد، لا، نبدأ من حيث انتهى الآخرين بهدف الوصول إلى الاستفادة من المعرفة. لأنه الهدف من كل الموضوعات هذه، الهدف منها هو الاستفادة من المعرفة. إذا ما استفدنا منها ما سوينا شيء، ما حققنا شيء. إحنا بالنسبة للمشروعات، كل مشروع يمثل فرصة لاكتساب معرفة جديدة للعاملين فيه، لأنه كل مشروع هو فريد من نوعه، مختلف عن المشاريع الأخرى بشكل أو بآخر. قد تكون فيه تشابه في كثير من
من العناصر، لكنه احنا من تعريفات المشاريع انه فريد من نوعه، وانه يعني ينفذ لمرة واحدة. المشروعات يعني مهما كانت تعقيدها، مهما كان درجة تعقيدها، وفي التعقيد هذا هو اللي نفسه يولد كميات كبيرة من المعرفة. احنا نفتخر دائما في سيرنا الذاتية بالمشاريع اللي عملنا فيها، و بالذات المشاريع الكبيرة اللي عملنا فيها، لأنه كل ما كبر المشروع كل ما كبر حجم المعرفة اللي أنت تأخذها منه، لأنه عدد العاملين فيه كثير، عدد المعنيين فيه كثير، عدد المواضيع والإجراءات والعناصر والمواد والأشياء اللي تمر عليك أيضا كثيرة في من مشروع إلى مشروع. أيضا المعرفة في المشروعات بشكل عام يعني ما هي مكتسبة فقط من مشروع واحد، بل هي ممتدة من عدة مشاريع، والميزة أنك تستخدم المعرفة اللي أنت اكتسبتها في المشاريع السابقة في مشروعك الحالي. لذلك الإنسان اللي عنده خبرة في المشاريع في أمور كثيرة جدا تسهل عليه ويسهل عليه تنفيذها. المعهد إدارة المشاريع الأمريكي البي ام اي ما كان الحقيقة قبل الإصدار السادس في الدليل المعرفي لإدارة المشاريع ما كان عنده عملية باسم إدارة معرفة المشروع. في الإصدار السادس وضع ضمن عمليات تكامل المشروع وضع العملية اسمها إدارة معرفة المشروع، وقال إنه تعريفها استخدام المعرفة الحالية اللي عند الناس اللي موجودين، اللي عند فريق العمل اللي موجود، وتكوين معرفة جديدة لتحقيق أهداف المشروع والمساهمة في التعلم المؤسسي. هذا تعريف إدارة المؤسسة، إدارة معرفة المشروع عند البي ام اي. المنفعة الأساسية والهدف الأساسي من العملية هذه هو رفع المعرفة التنظيمية على أساس أن المسألة تكون منظمة أكثر، بهدف إنتاج وتحسين نواتج المشروع، أيضاً بهدف إتاحة المعرفة لدعم العملية على مدار المشروع، يعني بدعم عملية إدارة المشروع على مدار مدة المشروع، زمن المشروع. المفاصل إدارة المعرفة في المشروع كثيرة الحقيقة، وين المواقع أو الأماكن اللي إحنا نحتاج أو ممكن نكون المعرفة فيها. إحنا دائما نتكلم عن الاستفادة من الخبرة، سواء مثل ما قلت قبل شوي الخبرة من الامتداد المشروعات اللي سبق وعملنا فيها، أو الاستفادة من المعارف اللي عندنا اللي كونها وكونها فريق المشروع. أيضا إحنا عندنا الإشراف في المشاريع متعدد المستويات، يعني إحنا عندنا مالك، وعندنا المالك يعين مستشارين، المستشارين ممكن يكون واحد خاص بالإشراف، واحد خاص بالجودة، واحد خاص ب حساب الكميات، أحد خاص بالاختبارات التربة، استشاري عام كامل. الآن طلع الترند المكاتب إدارة المشاريع، وأنه يكون عندك غير المشرف يكون مدير مشروع، استشاري آخر مدير مشروع. كل هذه فيها أعداد كبيرة من المستشارين ومن أصحاب الخبرات اللي المعرفة المفروض أنها تكون متبادلة فيما بينهم. ولا اصلا ما عينوا المستشارين هذولا الا علشان ياخذون من معارفهم ويعطون لاداره المشروع على اساس تحسين نواتج المشروع مثل ما قلنا قبل شوي.
الدروس المستفادة وهي أحد العناصر المهمة في عملية إغلاق المشروع. إحنا عندنا لما نجي نغلق المشروع أو المرحلة نسوي السيشنز، جلسات خاصة بالدروس المستفادة. الدروس المستفادة في غالبها تكون عناصر مهمة جدا من عناصر المعرفة اللي يجب تخزينها واسترجاعها من أجل أنه الأخطاء أو الإشكاليات اللي كانت عندنا في المشروع اللي احنا نسويه الان او اللي احنا خلصناه الان ما نكررها في المشاريع القادمه. والاشياء الجميله والجيده والاضافات اللي احنا اضفناها وحسنت من نواتج المشروع ومن طريقه ادارته في المشروع اللي احنا نقوم فيه نكررها في المشاريع القادمه. وهذا هو تراكم المعرفه. حتى انه البي ام اي نفسه احد يبني الدليل المعرفي ويبني جميع أدلته الحقيقة على البست براكتس، على أنه الشيء الأحسن الممارسات اللي تتم في العالم. ولذلك يطور الإصدارات، وإحنا وصلنا إلى الآن إلى الإصدار السابع ومستمر الإصدارات، ويأخذ من الآخرين معارفهم وخبراتهم وتجاربهم ويعكسها في الدليل المعرفي. احنا بالنسبه لاستشاره الخبير كاحد الادوات اللي احنا نستخلص المعرفه منها وندير المعرفه منها موضوع مهم جدا الحقيقه في المشاريع. والمشاريع احنا عندنا 60% من عمليات اداره المشاريع في البي ام اي، يعني اداه من الأدوات الرئيسية فيها استشارة الخبير. فاستشارة الخبير مهمة في تنفيذ عمليات المشاريع، وأيضا مهمة الحقيقة في التعليم، في النقل، في الاسترشاد، في اختصار الوقت. احنا باستشارة خبير احنا ممكن نختصر أشياء ممكن نجلس فيها شهر، والخبير ممكن يجي يعطينا إياها في يوم واحد، يعطينا العملية هذه علشان نسويها ممكن نجلس فيها زمن طويل. الخبراء مهمين جدا في المشاريع. المشاريع قائمة على المعرفة المتراكمة مثل ما قلنا، والمعرفة المتراكمة عند الخبراء، لذلك استشارتنا للخبراء هي واحد من الأدوات الرئيسية في إدارة معرفة المشروع. أيضا إدارة المعرفة، كيف ندير المعرفة؟ احنا إذا عندنا خبير وعنده معارف وإحنا ما استطعنا بشكل جيد ندير المعرفة اللي عنده، فإحنا نكون خسرنا شيء كبير يعني. فالأداة مهمة جدا لكيفية إدارة المعرفة، وهي بتطبيق جميع ما تكلمنا عنه من العناصر الرئيسية لإدارة المعرفة. المعرفة إذا استخلصناها أصبحت معلومات، والمعلومات لازم نديرها باحترافية، وفيه ناس متخصصين الآن وفي تخصصات معينة اسمها إدارة المعلومات. أيضا موضوع مهم اللي هو المهارات الشخصية ومهارات فريق العمل في كيفية الاستفادة من المعرفة، كيفية الحصول عليها، كيفية استخلاصها، كيفية الانتباه للمعارف الجديدة اللي ممكن تمر المرور عابر لتوثيقها يعني تخزينها ورصدها، وحتى في بعض الأحيان تعريضها للاختبار على أساس أنها نثق في أنه المعرفة معرفة إيجابية جيدة. إدارة المعرفة إحنا مثل ما قلنا قبل شوي، إحنا هي المعرفة الموجودة في أذهان الناس وكيفية الحصول عليها وترتيبها وتنظيمها بشكل معين. فيه أدوات كثيرة يعني تتم على أساس أن نحصل على الموضوع هذا، من ضمنها
المجموعات انه نتكلم يعني نعبر عما في داخلنا، نسوي منتديات نقاش، نشبك بين خبراء وبين خبراء، نجمع المتخصصين في جلسات معينة، نسوي مجموعات الممارسة أو مجموعات الاهتمام اللي يناقشون مواضيع معينة، وهذا موضوع تهتم فيه وتحطه أساس لعملها البي ام اي، الورش وجلسات حل الإشكاليات والعصف الذهني، التدريب، القصص نفسها اللي عنده قصة بعض المرات مجرد ذكرها للآخرين يفيدهم في أنهم يستفيدون منها في أشياء أخرى. القصص المفيدة، احنا نتكلم القصص المهنية، القصص المفيدة في عملنا، لأنه بعض المرات والله أنا مر علي كذا وحصلت كذا وسويت كذا، هو قد يكون سوى الشيء هذا خطأ فيعلم أنه خطأ، وقد يكون سواه بشكل صحيح فيعلم يؤخذ الشيء الصحيح هذا وينقل للآخرين. إدارة المعلومات مثل ما قلت قبل شوي، خزن المعلومات وترتيبها في أوعية أو أنظمة معلومات وقواعد بيانات، عندنا في التدوين المعرفة بقيود سجل الدروس المستفادة، هذه يعني مبدأ يعني تحث عليه إدارة المشاريع بشكل عام، مهما كانت المنهجيات، مهما كانت المنهجيات، لأنه المنهجيات مختلفة، لكنها الدروس المستفادة مهمة جدا فيها. خدمات الأرشفة، الفايلينج سيستم، لأنه إذا ما عندنا أرشفة دقيقة سواء صريحة سواء ورقية أو حتى إلكترونية، إذا ما عندنا أرشفة دقيقة نكون إحنا نضيع الوقت في البحث عن معلومات إحنا متأكدين أنها موجودة، أوراق موجودة بس ما ندري وين حطناها، وين وضعناها، في أي ملف. فخدمات الأرشفة من ضمن إدارة المعلومات الخاصة بإدارة المعرفة اللي تساعدنا للرجوع للشيء اللي نبحث عنه بسهولة وبسرعة. أيضا جمع المعلومات من مصادرها المختلفة وإتاحتها للآخرين للاستفادة منها. إحنا عندنا طلع أنظمة جديدة، أنظمة معلومات جديدة خاصة بإدارة المشاريع وحتى بالدوكومنت كنترول واللي خاصة بضبط الوثائق المشاريع وترتيبها وترتيب المعارف فيها، وأصبحت الحقيقة الشركات كثيرة يعني تأكد على موضوع تخزين المعرفة في أوعية إلكترونية وإتاحة الاستفادة منها من الآخرين، لأنه قد يكون فرع شركة في جدة وفرع شركة فرع آخر الشركة في تبوك مثلا، وعندهم نفس المشكلة بس هذا لو حلها بطريقة واللي في تبوك حلها بطريقة، لو كان المعرفة مخزنة واستعدوها ممكن يختصرون الوقت ويحلونها بطريقة أفضل ويمكن أرخص ويمكن أسهل وأحسن. إحنا كنا نتكلم عن المهارات الشخصية في أنها مهمة وأداة من أدوات إدارة المعرفة، لأنه فيها يعني قدرة على التواصل، فيها احترام للتواصل، فيها استماع، فيها قيادة، فيها تنسيق الأعمال، فيها تشبيك، وعي سياسي يسمح بتكوين الروابط بين المعنيين اللي يهتمون بجوانب معينة. والحقيقة الآن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دور كبير جدا في موضوع التشبيك وتكوين الروابط بين المعنيين والمختصين في مجموعات معينة على أساس نقاش مستمر لأشياء معينة. إحنا عندنا العناصر نجاح إدارة معرفة المشروع، أنا صنفتها إلى ثلاثة: المنظمة وعملياتها،
النظم الخاصة بتقنية المعلومات والاتصالات اللي تدير المعرفة هذه، والثقافة العامة والقيادة الخاصة بفريق العمل، الفريق، المؤسسة، الموظفين، القيادة العليا. فيما يخص المنظمة والعمليات، عمليات إدارة معرفة المشروع لابد أنها تكون واضحة ومحددة ومنظمة. أيضا مستوى النضج في منهجية إدارة المشروعات المتبعة لابد أنه يكون وصل إلى درجة كبيرة، على أساس أنه إذا وضعنا معرفة نضع معرفة مفيدة، نضع معرفة إيجابية، ما نضع معرفة مهزوزة أو غير مجربة أو يعني لم تثبت صحتها أو لم يعني تثبت أنها فيها فائدة. في المستوى النضج هذا في المنهجيات إدارة المشاريع وفي العاملين في إدارة المشاريع هو اللي يخلي أنه نميز المعرفة هذه ومستوى صحتها ومستوى دقتها، لأنه فيها معرفة إذا خزناها وتحناها بشكل رسمي وهي كانت معرفة مضللة هذه فيها إشكالية كبيرة، فيعني يجب الحذر من الموضوع هذا. هل إدارة المشروع، هل إدارة المعرفة وإدارة المشروعات في بيئة المشروعات المتعددة هي موضوعة على أسس مهنية، موضوعة على أسس فعلاً فعلية ومرتبة وواضحة في أدلة الإجراءات، في أنظمة العمل، في ترتيب الأعمال، في العاملين فيها، في العاملين عليها، يعني موضوع مهم يعني أنه نحطها وما نخليها ضمن الإدارات الهامشية، لأنه إحنا قوتنا بما نعرف، يعني قوة الإنسان في مستوى معرفته. فيما يخص النظم وتقنية المعلومات هذا موضوع مهم، إحنا نستخدم النظم لدعم الاتصال والنشر والتوزيع، وهذا شيء احنا جالسين نشوفه الان بشكل كبير جدا، يعني وواحد من انظمة الاتصال النظام اللي احنا جالسين نطبقه الان في اماكن مختلفة، وجالسين نتواصل تقريبا وصل العدد الى فوق 50. مهم جدا الانظمة الاتصال اللي تربط بين الناس المعنيين وتتيح لهم المعرفة اللي احنا حصلنا عليها، المعرفة اللي جالسين نستخلصها من أماكن مختلفة ومن مصادر مختلفة ومن أذهان مختلفة ومن خبراء مختلفين، لازم نوصلها للآخرين بطريقة جيدة. أيضا مهم استخدام النظم اللي تدعم التخزين وتخزين المعرفة في أوعية جيدة سهلة الاستخدام، سهلة الاستعادة، مؤمنة، على أساس لأنه يكون عليها أمن جيد، على أساس أنه ما نفقد المعرفة هذه بسهولة، لأنه مشكلة الأنظمة الرقمية، مشكلة اللي تدور حول الأمن السبراني والاختراقات والإشكاليات اللي ممكن تحصل، وهذه الحقيقة فيه تطور كبير في موضوع معالجتها والحماية منها. احنا مهم جدا انه يكون عندنا قيادة تعرف أهمية إدارة المعرفة، مثقفة معرفيا، تهتم بثقافة المعرفة ونشرها، وتهتم بأنها تنشر المعرفة في أفراد الفريق وتعلمهم في الأشياء اللي هم يحتاجونها. لازم يكون في التزام من الإدارة وبالذات الإدارة العليا الحقيقة، لكن هي جميع مستويات الإدارة لازم يكون فيها التزام، لكن الالتزام الإدارة العليا مهم جدا، لأنه في بعض الأحيان الالتزام بإدارة المعرفة
يلاقي مقاومة الحقيقة، بالذات في موضوع نقل المعرفة من العارفين إلى غير العارفين، الناس اللي يعرفون موضوع معين إلى غير العارفين له، بحجة أنه ممكن يعني يحل محلي، ممكن يأخذ وظيفتي، ممكن يستغنون عني ويتجهون له، لأنه الشيء هذا ما دام اللي أنا أعرفه أخليهم يحتاجون لي إلى أطول حد ممكن. ثقافة المشروع وثقافة إدارة المشروع وعمل الفريق وتعاون الفريق وتجانس الفريق مهم جدا لإدارة المعرفة بالشكل الصحيح. لا بد أن نتغاضى عن الأخطاء، إحنا عندنا الأخطاء باب من أبواب المعرفة، إحنا نخطئ من أجل أن نتعلم. الإشكالية في عدم التعلم من الأخطاء، في تكرار الأخطاء، أما الخطأ في حد ذاته فهو يعني شيء طبيعي، إنه اللي يشتغل يخطئ، إذا الواحد ما يبغى يخطئ لا يشتغل أبدا، يجلس في بيته ولا يشتغل وما يخطئ. استخدام الشبكات الغير رسمية لجمع المعرفة المشتتة مهم جدا في بعض الأحيان لترتيب المعرفة وللحصول على معارف قد يكون الحصول عليها بالطرق الرسمية فيه صعوبة. في بعض الأحيان تحتاج إلى شبكات غير رسمية، والشبكات الغير رسمية الحقيقة كثيرة، يعني إحنا في الغالب إحنا نستخدم شبكات غير رسمية، الشبكات الرسمية هي القليلة. النماذج لإدارة المعرفة كثيرة، وصارت الحقيقة الآن ترند موضوع إدارة المعرفة في إدارة المشاريع واستخداماتها مهم جدا، وصار في أبحاث يعني كثيرة، وصار فيه نماذج مستخدمة كثيرة، والباحثين في الموضوع هذا على قلتهم، إلا أنهم يعني أسهموا مساهمة جيدة في موضوع تثبيت إدارة المعرفة. لو أنه الإشكالية اللي تقابل الآن استخدام النماذج هذه وتطبيقها هو الإدارات المعنية، يعني الإدارة القائمة على المنشأة في المؤسسات والشركات، وبالذات الشركات القائمة على المشاريع، يعني تخاف من التكلفة، تخاف من إنه التشتت في الاهتمامات، يقولون لا التركيز بس على تنفيذ المشاريع، وتنفيذ المشاريع هو المعرفة الفعلية بغض النظر عن موضوع استخلاص المعرفة هذا وتخزينها واعتبارها أصل من الأصول. يعني إحنا عندنا المعرفة تقيم بعض المنشآت في معرفتها، وبعضها حتى سعرها يقيم على مدى معرفتها بالأشياء. احنا امامنا نموذج من النماذج التي بنيت لتحقيق اداره المعرفه بشكل متكامل في شركات التشييد، في المنشات الخاصه بالتشييد، سواء الدكتور ابراهيم فلقي. انا وضعته بس كمثال الحقيقه، لانه يمثل التكامل في اداره معرفه المشروع، لكن الأمثلة كثيرة، وهو موضوع النموذج هذا حصل فيه على شهادة الدكتوراه في عام 2011. إحنا عندنا المعرفة هي القوة، ونحن قوتنا بما نعرف، حتى قيمتنا بما نعرف، يعني نقيم في الأسواق بما نعرف، بمدى معرفتنا الشيء اللي نعرفه، اللي نعرف أكثر نقيم بسعر أكثر، فقيمتنا ومكانتنا وتمكننا وريادتنا وتطورنا يكون مبني على المعرفة. إذا ما اهتمينا بالمعرفة وأدرناها بشكل صحيح، فإحنا جالسين نضيع الوقت في أشياء قد لا يكون منها نفع. أنا حاولت أختصر الحقيقة، الموضوع طويل ومثير وجوانب كثيرة، لكن أنا حاولت أختصر وأعطي الأشياء المهمة والزبدة الأساسية، وأشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وآمل إن شاء الله أنكم تكونوا استفدتم من المحاضرة هذه. شكراً دكتور فيصل،
دائما عطاء متجدد متدفق وعلم غزير وحضور متميز جدا، كل الشكر والتقدير عليه. الموضوع مهم واعتقد يواكب احتياجاتنا الفترة الحالية سواء في هنا في المملكة او في مصر او العالم العربي بشكل عام. نفسح المجال للنقاشات مهندس ياسر الشريف. مهندس ياسر، طيب اول شيء الله يسعد مساءكم جميعا بالخير. شكرا دكتور فيصل، حقيقه انت قلت اختصرت ما شاء الله تبارك الله، انت ابحرت ما اختصرت الله يحفظك، وختمتها بنوليدج از باور بات شيرينج نوليدج از ويزدم. يعني هذه لا شك انها احد المواضيع اللي احنا نحتاجها الان، خصوصا في الفتره اللي نمر فيها العشر، عندنا كمية مشاريع على جميع الأصعدة، إن كنا في موضوع الإنشاءات أو المدن الجديدة أو أتكلمنا عن اللوجيستيكس، في مشاريع كثيرة الآن بدأت الحمد لله عندنا في السعودية، وهذا موضوع فعلا نحتاجه. من الأشياء اللي أنت ذكرتها يا دكتور، موضوع أنه بعض الأشخاص يظن أنه المعرفة اللي هي عنده هذه تخصه هو شخصيا، فأنت تضطر ساعات إنك تحاول معاه بدبلوماسية أو كذا إنك تحصل على معلومة تخص المشروع، ولكن حقيقة إحنا نجد صعوبة والله العظيم خصوصا في المشاريع الجيجا بروجيكتس، نجد بعض الشورت تيرم يكون عندهم إكسرسايز معانا يجي يخلص له شغلة كذا ويمشي، الهاند أوفر بروسيس ما هو كلير. فأنا ما أعرف دكتور فيصل، إذا تكلمنا على موضوع أنت ذكرت إنه يكون في lesson learned sessions تكون متكررة بين الحين والآخر، لكن أين دور مدير المشروع من knowledge transfer، من موضوع knowledge management، من إنه هذه library خلال المشروع هذا إنها تحفظ في مكان جميع الأعضاء المنظمة والمشروع عندهم أكسس عليه، فما هو دور مدير المشروع في هذه النقطة، يعني موضوع knowledge management؟ ياريت تعطينا كذا بعض الـ points اللي that we can take يعني to our teams، إنه يا جماعة we need to do 1-2-3 كذا كأكشن بلان. وشكرا جزيلا، الله يحفظك. يا كلام هانس ياسر، سؤال مهم الحقيقة، وهو وارد وكثير الحقيقة اللي نحصله في المؤسسات وفي المنشآت، لكن دور مدير المشروع في موضوع إدارة المعرفة هو دور يخص المشروع، يخص مشروعه نفسه، لأنه إدارة المعرفة المفروض الحقيقة أنها يكون منشأها المؤسسي، يعني هي تهم المؤسسة، ولذلك المؤسسة اللي نعمل فيها، المنشأة اللي نعمل فيها، هي المفروض يكون عندها نظام خاص يجبر الموظفين إجبار على مشاركة المعرفة وعلى إتاحتها وعلى حتى طرق تخزينها، في تخزين التقارير وتخزين الأشياء والكتابة عن كل الإشوز اللي تمر علينا وتعترضنا، نكتب عنها، تخلي الناس يكتبون وتخلي الناس يخزنون بطرق مختلفة الحقيقة، وحتى بأشكال مختلفة، ممكن بالكتابة، ممكن بالصوت، وممكن بأي وسائل أخرى. فهي عمل مؤسسي أكبر من أنها عمل خاص بالمشروع، لكن المدير المشروع دوره إذا كانت موجودة مؤسسيا يطبقها ويجبر فريقه على أنه يطبقون الأمور هذه، يطبقون الأشياء هذه على أساس أنه يستفيد منها المشروع نفسه ويستفيد منها الآخرين. موضوع الناس اللي يجون بشكل مؤقت ويعملون في مشاريع وأنه يكون في إشكاليات في الحصول على المعرفة منهم، الناس هذول ما يجون صدفة مهندس ياسر، الناس هذول يجون بعقود، والعقود المفروض يكون فيها شروط ملزمة لهم
في إتاحة المعرفة للآخرين، في تدريب الآخرين، في نقل المعرفة للآخرين، في حتى الكتابة عن المعرفة اللي عندهم والأشياء هذه وإتاحتها في في أو نقلها للمؤسسة والمؤسسة تخزنها في أوعيتها اللي عندها، الأوعية الإلكترونية اللي عندها، وتتيح لموظفينها. في القضية قضية أنه بس إحنا إذا كان عندنا وعي بأهمية إدارة المعرفة بيكون عندنا طرق كثيرة حقيقة لكيفية استخلاصها، لأنه أنت مالك وأنت اللي تدفع الفلوس، أنت اللي تدفع المبالغ سواء للاستشاريين، للمقاولين، أو حتى الموظفين اللي يعملون عندك، فأنت تدفع ثمن المعرفة اللي عندهم، فلازم أنك تحصل عليها المعرفة هذه، ما تكون مخزنة عندهم راحوا انهدت المؤسسة، انهار العمل، توقف العمل لأنه ما في أحد عارف إلا الشخص اللي راح هذا. شكرا دكتور فيصل. نأخذ المهندس صالح الجبالي. مهندس صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألف شكر دكتور فيصل على المحاضرة القيمة الجميلة صراحة، وشكرا للإخوة القائمين في جمعية المهندسين المصريين، والمهندس هشام، المهندس سامح، وشكرا للزملاء الحضور. صراحة المحاضرة قيمة جدا وفيها أسلوب رائع من الدكتور فيصل، نفع الله بك ما شاء الله. وسؤال المهندس ياسر صراحة سؤال جميل جدا، كمان كل الإخوة الزملاء بيسألوا عليه. كنت حابب بس أضيف نقطة، إن الدكتور فيصل اعتمد في المادة العلمية كتير جدا على البروسيس اللي موجودة في كتاب البيم بوك، وحقيقة معهد البيم اي في الفترة الأخيرة مع التعديلات والإصدارات اللي أضافها، يعني أضاف مهمة جميلة جدا لمهام مدير المشروع، هي ضمان نقل المعرفة لاستمرارية المشروع، ودي كان الدكتور فيصل يتكلم عليها في البروجكت لايف سايكل ودورة حياة المشروع وضمان نقل المعرفة. وكان حدد معهد إدارة المشاريع البي ام اي ثلاث مهام جميلة جدا الدكتور فيصل كان ذكرهم داخل المحاضرة، صراحة أنا بقولهم بملخص: مناقشة المسؤوليات بتاعة الناس داخل المشروع لفريق العمل. صحيح يا دكتور فيصل، يعني حضرتك أثرت النقطة دي وكانت نقطة مهمة جدا صراحة. ثم برضو من الفوائد والبنفيتس اللي كانت هتيجي من نقل المعرفة، ومعهد البي ام اي كان حط النقطة دي برضو، هو التوقعات اللي هتيجي لبيئة العمل من وراء نقل المعرفة، والتحسن المؤسسي ونقل الخبرة المؤسسية والتعلم ما بين فريق العمل ونشر الثقافة، ودي كانت دي برضو نقطة مهمة جدا موجودة في الكتاب البيم بوك الإصدارات التعديلات الحديثة. ثم كمان السؤال المهم على الأساليب المعتمدة في عمليات نقل المعرفة والتخزين بتاعها، وصراحة السؤال كان جميل جدا من المهندس ياسر، وكان طرح الدكتور فيصل كمان شامل جدا لهذه النقاط. يعني حبيت أن أأكد عليها كمان، إن أصلا الاختبارات البي ام بي حاليا في الأنظمة الحديثة اللي موجودة عندهم تاسك مهمة جدا تشتمل على ثلاث نقاط كمان بيأكدوا عليها للاختبارات الدولية. وأنا يعني سعيد جدا بحضور المحاضرة دي الدكتور فيصل، وشكرا جدا يا مهندس سامح على يعني إتاحة المداخلة مع حضرتك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا دكتور فيصل. سؤال قد يكون بعيد بعض الشيء، بس هي مشكلة يعني عايشتها الأيام الماضية أو سئلت عن رأيي فيها. إحدى الجهات اتصلت بالمقاول تطلب منه رسومات الخاصة بمشروع انتهى منذ 15 عاما، فهل نقل المعرفة يحل هذه الإشكالية أم أن هناك خصورا شابه هذا الحال أو هذا الوضع، خاصة أنها جهة حكومية؟ والله الموضوع هذا يعني موضوع أنا أشوف أنه الحقيقة موضوع تعاقدي أكثر، فإذا كان المقاول سلم المخططات هذه في قبل 15 سنة
ما في شيء يلزمه في الاحتفاظ فيها لمدة 15 سنة. احنا يعني نقول انه دائما نحتفظ بوثائق المشاريع لمدة طويلة، لكن اللي يحتفظ فيها ل 15 سنة هذا يكون يعني مميز جدا. هي ممكن يعني توضع من ضمن الوثائق اللي الخاصة بالمشروع واللي يتم نقلها إلى الآخرين للاستفادة منها في الأوعية الجديدة، وخصوصا بعد موضوع الاستخدامات الإلكترونية للتخزين ونقل الوثائق. يعني أتوقع إضافة، لكنه الموضوع أكثر أنا أشوف أنه يميل ناحية يعني يكون موضوع تعاقدي أكثر من أنه، خصوصا أنه قبل 15 سنة. إحنا إذا نتكلم الآن، نتكلم الآن في أنظمة البيم وأنه الأشياء هذه صارت متاحة على البيم، وصار نقلها سهل وتخزينها سهل، واللي يفترض الحقيقة أنه يخزنها إذا تم استلامها، اللي مفترض أن يخزنها هو المالك ما هو المقاول، لأن هي ملك للمالك. تمام. يعني هذا كان الرأي الغالب في الحالة دي، أو إذا كان جوابي للأمر ده، إن من باب الفضل إذا المقاول بحث عنه عنده ووجد هذا. لكن أنا متأكد أيضا أن المقاول يبي يكون له حظوة لو كان محتفظ فيها ويتيح للجهة المستفيدة، بيكون له يعني ميزة إضافية في علاقته مع المنشأة. بالضبط. أشكرك دكتور فيصل، أشكر الأخوة الحضور. الأخوة الحضور، كان هذا نهاية لهذا اللقاء المتميز مع ضيف غاية في الروعة والتميز والحضور الذي بسهولة ويسر له في النفس والقلب مكان كبير جدا، ولو في عالمنا العربي قدر واسع. دكتور فيصل بارك الله فيك ونفع بك وجعل ما قدمت في ميزان حسناتك. الأخوة الأفاضل، الراغبين في الحصول على شهادة حضور لهذه المحاضرة عليهم تعبئة نموذج التقييم الموجود في الشات، وأيضا بعد نهاية اللقاء سيكون متاح على قناة التليجرام الخاص بالمحاضرة. الأخوة الذين يسألون عن التسجيل الصوتي، المحاضرة كانت تبث مباشر على صفحة الجمعية على الفيسبوك، كل الروابط موجودة في الإعلان بتاع الخاص بالمحاضرة، وأيضا قناة يوتيوب الخاصة بالمحاضرة تتاح عليها كل محاضرات المحاضرة تسجيل حي. ونحن اليوم في المحاضرة 202، كل عمر المحاضرة موجود على قناة يوتيوب الخاصة بالجمعية. خالص الشكر والتقدير والامتنان لأخونا الأكبر دكتور فيصل على هذا الحضور المتميز، ولكم إخوان الحضور على وعد اللقاء إذا قدر الله البقاء وأمر باللقاء السبت المقبل مع بناء وتشغيل مكاتب إدارة المشاريع في عصر الذكاء الاصطناعي مع المستشار محمد خليفة، يوم السبت 8 مساء توقيت مكة المكرمة. حتى هذا الموعد أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكراً.